والله تقريبا 50% مراجعة المواطنين على البطاقة، تحديث بياناتهم واستلام البطاقة طويلة الأمد. نعم. البايومتري القديم اللي موجود عندك ايش قد تم استلامه؟ استلمت 5211 بطاقة، سلمت تقريبا 4300 تقريبا. ما شاء الله، يعني عدد كبير. نعم. شنو اللي معاناة تواجهها هسه بالنسبة للمحدثين؟ والله المعاناة يعني وعي المواطن بين هاي البطاقة، بطاقة طويلة الأمد يعني ضرورية لازم يستلمها، فالإقبال شوية ضعيف. متابعة من الحكومة بحث المواطنين على استلام البطاقة وتحديث بياناتهم. بالنسبة للناخبين اللي ديجون يعني دي يتأخرون لو بسرعة تمشوهم؟ لا، أي ناخب يظل يعني دخوله للغرفة وخروجه ما طول 5 دقائق، يعني 5 دقائق كثيرة. ضمن الرقعة الجغرافية مالتك عندك جوالين يفترون على المناطق؟ نعم، عندي 2 جوالة خاصين ب الخروج إلى البيوت المساكن أو الدوائر الحكومية القريبة من عندي، تحديث بيانات المواطنين والموظفين. عندنا حالة يعني ما نقدر نحصل على نتيجة بها، اللي هو المعوقين، مثلا هو معوق ببيته، أنتم تعرفون كم معوق عندكم؟ أو والله العدد تعرف، ما نعرف العدد، عدد المعوقين، بس يجونا ذويهم. نعم، يقولون عندنا مثلا معوقين او عندنا ناس مشلولين او ناس كبيرين بالسن، نبعث الجواله يحدثوا لهم بياناتهم ببيوتهم. نعم زين، هم امين يمكن يوم الانتخابات يمكن راح يجونهم، او العرب انا ما تقدر ينتخب. والله نحن اجراءنا انه نحدث له بياناته، عاد يجي الا ما يجي اي شغله تعود اللغه. نعم زين، الكهرباء شلون؟ والله الكهرباء على حسابنا، على حسابنا الخاص، ساحبين مولده، والوطني تعرف الوطني ضعيف. نعم، ماكو كهرباء يمكن ما راح تشتغل. والله ماكو كهرباء طبعا ما تشتغل، بس نحن من حسابنا الخاص نجمع المشتركين ويا بالمولده ونسحب خط كهرباء. عندكم البيانات اللي تتحدث يوميا، يعني تقدير اكثر 70 50 لو 40 نفر تحديث بيان؟ لا ما يطلعون 40، ما يطلعون يعني 30 35 هالحدود. نعم، من الثامنه صباحا، من الثامنه صباحا الى الثالثه عصرا. نعم، والجواله الى الخامسه مساء. نعم، ايه تدزون جواله مثلا يلقي له مكان يقعد به، لو مدرسه لو شنو؟ والله لا، الجواله المناطق يتجول بالمنطقه يعني. ايه نعم، يدق باب باب ومعاهم القوى الامنيه وتحديث بياناتهم يعني. نعم، وانتم الجمعه متواجدين؟ نعم، العطل الرسميه والجمعه والسبت متواجدين، اليوم السبت مداومين.